السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع سيدنا رمضان؟ مزيانين، كل شيء بخير. نتمنى دائما انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ومرحبا بكم في فيديو جديد. شكون البنات اللي خدامه في شي جلابه، في شي قفطان؟ شكون اللي زعمات؟ يلا المبتدئات كل شيء تقولوا لي، واش خدامين في شي بياسه هكا، شي جلابه ولا شي قفيطين هكا للعيد ان شاء الله؟ المهم انا عندي هنايا واحد القفطان او قميص ديال جوهره، خدمت هنايا نستوق. غادي نشارك معكم الطريقه ديال الزواق ديالو. نستوق فايت لي، شاركت معكم بزاف ديال المرات، ما كنبغيش ندير التكرار باش ما يطلعوش لكم الفيديوهات في الراس، كنبغيش ندير لكم التكرار بزاف، نديرو دائما شي حاجه اللي ما عمرنا ما درناها. المهم هنايا نستوق عادي فيه 14 غرزه، 14 غرزه طلعته هكا بالكوزات، كوزه فوق كوزه فوق كوزه، ساليتو. هانتوما دابا غادي نشارك معكم الطريقه ديال الزواق. هنايا بالنسبه للزواق غادي نزوق بلون اخر، كيمكن لكم تزوقوا اللون في اللون. واحد الطريقه، واحد نستوق، زواق نستوق اللي ساهل وزوين في الشكل ديالو، كيجي رائع وهكا موديل زوين وجديد. غادي ان شاء الله هنايا ثبت الحرير في الخلف. هانتوما غير شديتو هنايا في الخلف ديال الخدمه، غادي نقلب. هانتوما البنات ملي تكونوا كتخدموا الرنده ما تكونوش كتزيروا الغراز بزاف اولا كتبعدوا، باش كتجيكم الرنده هكا مقاده وماشي كتجي مزيره. خاص فين ما صبنتي البياسه خاصك ديها مصلوح. لا ما كنزيرش انا الخدمه ديالي بزاف، هي كيجيو الغراز مزيرين ولكن ماشي ثاني هنايا كنبعد، حيت كاينين شي اخوات اللي كيبعدوا هنايا الدقات، كتجي الرنده مجموعه ومكمشه. وفين ما صبنتي البياسه خاصك ضروري ديها المصبانه عاد باش كتلبسيها. لا انا كتجيني الرنده ديالي وبزاف ديال الكليان الناس كلهم الحمد لله كيشكروا الخدمه ديالي. فهنايا غادي ندخل، غادي نجي هنايا. نتوما الغرزه قلت لكم عندي نستوق فيه 14 غرزه، غادي نجي هنايا. هانتوما كاينه الغرزه الاولى، باش نقرب لكم. هانتوما كاينه الغريزه الاولى اللي هي هذه، الغرزه الثانيه، الثالثه. غادي نخرج البره هنايا، نخرج البره في البلاصه ديال الغريزه الثالثه. وما تنساوش البنات، ما تنساوش اللايكات، ما تنساوش اللايكات الله يحفظكم. باش هكا يطلع الفيديو لبزاف الاخوات، لانني ما بقيتش حطيت فيديوهات ملي كنتعطل صافي ما كيبقاوش يطلعوا الفيديوهات. فما تنساوش الله يجازيكم بخير، ما تنساوش تخليوا لايك في الفيديو الا عجبكم من طبيعه الحال. هنايا غادي نحسب، ها انتم خرجت الحرير هنايا، غادي نحسب الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه. غادي ندخل البره هنايا وغادي نبداها بحال هكا مع هاد التقيبات اللي هنايا. المره الجايه غنخرج البره هنايا، هانتوما غندخلها هنا وغادي نخرجها في هذه الاخرى اللي قبل من اللي قبل منها، يعني ثلاثه اخرين ولكن جاوا شويه هابطين. هانتوما بحال هذا الشكل هكا. بالنسبه للحرير راه مبروم على 4 ديال الشعرات، غادي نجي ثاني غنحسب ثلاثه وغادي ندخل البره هنايا صافي. وكتبداو غادي هابطين مع هاد الغرز هكا بلا ما كتبقاو تحسبوا، كتمشيو مع هاد السطر هذا نيشان. هانتوما كتمشيو مع هاد السطر هذا نيشان، وكتمشيو مع هاد السطر هذا اللي لتحت نيشان. هانتوما هنايا راني، هانتوما البنات نسيت واحد الغرزه هنايا، ها ولكن معليش غادي نخدم هاد الثلاثه اللي هنايا ونرجع لهادي اللي نسيت هنايا. شي كتبغي غير التركيز، غير ركزوا، ما غاديش يكون عندكم زعما حتى شي مشكل. دابا مع التصوير ما كيبانش ليا اصلا مزيان، مع التليفون قدامي كيغطي ليا. هانتوما هنا رجعت وغطيت هذيك الاخرى اللي نسيت، وغادي نكمل بهذا الشكل هذا حتى غادي نوصل للنص. هانتوما البنات هنايا دابا وصلت للنص، الوسط هنايا، الوسط صافي. دابا غادي نبدا طالعه، غادي ندخل البره هنايا وغادي نخرجها في الغرزه اللي الفوق، ماشي اللي غادا مازال الهابطه هنا، لا اللي طالعه. شفتوا؟ وغادي ثاني غادي نبدا طالعه ثاني مع هاد الغرز اللي عندي هنايا. كنبقاو غاديين هكا طالعين
حتى غادي نوصلوا ثاني حتى الاخر. ها انتم بقات لي دابا هذه اخر وحده صافي. غادي نمشي ثاني هنايا غادي ندخل الابره هنا وغادي نحاول نخرجها. ها انتم كاينه عندي هنايا الغرزه الاولى، الغرزه الاولى اللي كاينه في الكوزه، غندخل الابره هنايا وغادي نخرجها في هذه الغرزه هذه اللي هنايا. ما تبرموش البنات الحرير بزاف باش ما يجيكمش هكا دابا ملي كتضربوا كتبدا يجيكم بحال كيبان رقيق. دابا هانتوما هاد الغرزه غادي نغطي غير غرزه وحده ونخرجها هنايا. ثم الفيديو راه شارح نفسه. دابا عندي جوج الغرزات، واحد جوج ندخل نخرج حداها حداها نيت نفس السطر. دابا غيوليو عندي ثلاثه، واحد جوج ثلاثه. هانتوما دابا ولاو عندي اربعه، كل مره كتزاد وحده. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة. دابا غندخل هنا وغنخرج هنا، غنبدا نقص، غندير ثاني ثلاثة جوج واحد. هكا ها ثلاثة جوج واحد صافي. وغادي ندوز للكوزة الأخرى نفس الشيء. أنا راه كاتبان لكم خدمة كبيرة البنات لأنني زوميت لكم بزاف باش يبانوا لكم الغرز مزيان. غادي ندوز نفس الشيء نزوق هاد الاخرينات هنا لان الخيط باقي عندنا، ما غاديش ندوزو نيشان مباشره للجهه الاخرى. غندير ثاني نحسب هنايا. ها انتما الكوزه الثانيه، غندوز دابا الكوزه الثانيه. ها واحد ها جوج ها ثلاثه، شفتو واحد جوج ثلاثه. غادي نجي ثاني هنايا نفس الشيء نفس الزواق نفس الزواق. غادي نحسب ثاني هنايا واحد ناسي واحد جوج ثلاثة، وغادي نبدا نفس الطريقة. صافي البنات هنايا من بعد ما زوقت هكا الكوزات كاملين كما قلت لكم نفس الشيء. دابا غادي ندوز للجناب هنايا شنو غادي ندير فيه. هانتوما راه ساهله واحد هكا الطرز اللي ساهل، وحتى نصدق البنات اللي مازال ما خدمات شي حاجه وبغات تخدم شي حاجه ان شاء الله للعيد، راه باقي الوقت. وهذا الموديل هذا راه كيتخدم بسرعه ما كياخذش الوقت بزاف. غادي نجي هنايا ثاني للجناب، غادي نحسب هانتوما الغرزه الاولى الغرزه الثانيه بلاتي الغرزه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. غادي نحاول نخرج الحرير في الغرزة الرابعة. هانتوما البنات هنايا غادي نبدا لكم من الوسط باش تجيكم ساهلة، لأن إلا بدينا من الجنب ما غاديش تبان لينا. غادي نبداو من هاد الوسط هذا هنايا، غادي نحاول نخرجو البرة هنايا ونحسبو ثلاثة ديال الغريزات، حيت من الجناب ما جاتش باينة مزيان. هانتوما غنحسبو ثلاثة د الغريزات بحال كي درنا هنا ثلاثة، غنغطيو حتى هنا ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. ندخل البرة هنا وغادي نبدا غادا. غنبدا غادا مايلة بحال كي درنا في الجناب ديال النصدوق، أولا عفوا ما ديوش عليا، بحال كي درنا في الكوزات هنا غنديرو في الجناب ديال النصدوق. ندخل البره هنا ونخرجها في هذه الغريزه هذه. كما قلت لكم هذا الموديل هذا راه تيتخدم بسرعه وتيجي رائع. انا غنشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالو.
راه تيجي زوين بزاف. هانتوما غادي ندوز دابا للجهه الاخرى، غادي نخرج البره هنايا. هانتوما خرج البره هنا، وغادي نمشي تاني بثلاثه ديال الغريزات. هانتوما واحد جوج ثلاثه في الجناب ديال الدقات الاولين، كنبقاو غاديين معاهم. صافي، وغادي نجي هنايا هانتوما لهاد الغريزات اللي الوسط، غنحاول نخرج البره الوسط، وغادي نحاول ندير بحال هادي صغير ورا هنايا. هانتوما نغطي الغرزه الاولى ونغطي جوج الغريزات. صافي، وغادي ندوز للجهه الاخرى. هانتوما شفتو، غادي ندوز دابا نفس الشيء هنايا. دائما نبداو من هنايا من الراس ديال المثلث، كنخرجوا البره وحسبوا ثلاثه الغرزات. هانتوما صافي، نحسب ثلاثه الغرزات، واحد جوج ثلاثه، ونبقاو غاديين مايلين حتى كنوصلوا لاخر غرزه، ونديروا هاد الزويويقه اللي هنايا الوسط. صافي، غادي نكمل انا بنفس الطريقه، نوريكم هكا كيفاش كيجي نص الطوق. ندوز للجهه الاخرى، صافي البنات هانتوما كملت بهذه الطريقه. هذه غادي نكمل السطوق ديالي كامل بنفس هذه الطريقه، الكوزات كلهم غندير لهم نفس الشيء. وبالنسبه لهاد الزواق اللي في الجناب، مره كنزوق وحده كنخليها، وحده كنزوقها وحده كنخليها. غنكمل بهذا الشكل، هذا السطوق ديالي كما قلت لكم. غنشارك معكم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله الا ساعدني الوقت، نشارك معكم الدريس اللي غندير في هذا القفطان هذا. غير ما تنساوش البنات تابوناو في القناه الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه، الا كنتم ابونين فما تنساوش اللايك، ما تنساونيش كذلك من التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وكتشجعني على انني نزيد نحط لكم المزيد. وشكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.